السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض على الدرس الأول من الوحدة الأولى. الوحدة الأولى دي بتتكلم عن درسين، الدرس الأول أنواع الروافع والدرس الثاني عن قانون الروافع. هنراجع النهاردة على الدرس الأول اللي هو بيتكلم عن أنواع الروافع. قبل ما نتكلم عن أنواع الروافع نفهم يعني إيه رافعة الأول. الإنسان في قديم الزمان حاول يخترع أدوات أو آلات تساعده على سهولة الأعمال الشاقة، إن هو يقدر يقوم بالأعمال الشاقة اللي بتحتاج مجهود بطريقة سهلة ويقلل فيها المجهود المبذول في الأعمال دي. فأول حاجة اخترعها هي الآلات. الروافع دي نوع من أنواع الآلات. الروافع نوع من أنواع الآلات اللي اخترعها الإنسان قديما علشان يسهل عليه أداء المهام الشاقة والعمل الشاق. أول عالم اللي وصف الروافع دي العالم اليوناني أرشميدس، وصفها سنة 260 قبل الميلاد. يبقى العالم أرشميدس هو العالم اللي وصف الروافع. طيب لو احنا قلنا الروافع دي تعريف الرافعة، طيب معنى كده هل ان كل الآلات اللي اخترعها الإنسان قديما يطلق عليها روافع؟ يعني كل الآلات الإنسان اخترعها ينفع اقول عليها روافع؟ لا، أي آلة لازم عشان يتقال عليها روافع لازم يتوفر فيها 3 شروط. أي آلة عشان أقدر أقول عليها إن هي رافعة لازم يتوفر فيها 3 شروط. أول حاجة إن هي تكون عبارة عن ساق متينة بتتحرك حول نقطة ارتكاز بيؤثر عليها قوة ومقاومة. يبقى الرافعة عبارة عن ساق متينة بتتحرك حول نقطة ارتكاز بيؤثر عليها قوة ومقاومة. ده ال3 شروط اللي بيتوفروا في الآلة عشان أقدر أقول عليهم رافعة. طب أهمية الروافع دي إيه بقى؟ أول حاجة تكبير القوة. يعني لما يجي أقولك أهمية الروافع إيه، أول حاجة تكبير القوة زي الرافعة دي اللي اسمها العتلة. طيب تاني حاجة تكبير المسافة زي المكنسة اليدوية. تالت حاجة نقل القوة من مكان لمكان زي المكنسة اليدوية برضو. طيب تالت حاجة أو رابع حاجة زيادة السرعة زي مضرب لعبة الهوكي. الرافعة دي بتساعد على زيادة السرعة زي مضرب لعبة الهوكي. خامس حاجة الدقة في أداء العمل زي الملقاط اللي الراجل ماسكه ده وبيستخدمه في صناعة في تصليح الساعات أو صناعة الساعات، ده بيساعد على الدقة في أداء العمل. رابع حاجة تجنب المخاطر زي ماسك الفحم وماسك الحلوى. يعني احنا قلنا كده باختصار نراجع على أهمية الروافع تكبير القوة. دلوقتي هنراجع مع بعض على أنواع الروافع. طبعا زي ما احنا فاكرين ان الروافع ليها 3 أنواع، رافعة من النوع الأول ورافعة من النوع الثاني ورافعة من النوع الثالث. طيب لو انا قدامي رافعة اقدر اقول عليها امتى ان هي رافعة من النوع الأول؟ لازم عشان اقول على الرافعة دي رافعة من النوع الأول لازم يتوفر فيها شرط. الشرط ده اللي هو ان نقطة الارتكاز تقع بين القوة والمقاومة. نقطة الارتكاز تقع بين القوة والمقاومة. ناخد امثلة كده مثلا سريعة على الرافعة من النوع الأول. ليه أنا قلت على العتلة رافعة من النوع الأول؟ لأن لو بصيت كده هلاقي نقطة الارتكاز بتقع بين القوة اللي بضغط عليها بإيدي أو برجلي والمقاومة. نتيجة القوة دي بيكون في مقاومة من الطرف التاني. طيب الأرجوحة مثلا مثال واضح جدا إن هي رافعة من النوع الأول. ليه؟ لأن نقطة الارتكاز بتقع بين القوة والمقاومة. قوة ومقاومة بيقع بينهم نقطة ارتكاز. لو خدنا مثال تاني جدا واضح جدا اهو، المقص. المقص ده هقول عليه رافعة من النوع الأول. ليه؟ لو انت بصيت على المسمار ده نقطة ارتكاز الرافعة اللي هو المقص، بيؤثر عليها قوة اللي هي بإيدينا، ونتيجة القوة دي بتظهر مقاومة في الطرف التاني اللي هي الجزء ده اللي بنضغط عليه على أي حاجة عشان نقصها. يبقى المقص رافعة من النوع الأول، أيوة، لأن نقطة الارتكاز تقع بين القوة والمقاومة. ناخد مثال كمان مثلا المشبك. المشبك ده رافع من النوع الأول. ليه؟ لأن نقطة الارتكاز اللي هو المسمار ده برضو بيقع بين القوة اللي بضغط عليها بإيدي والمقاومة من الطرف التاني، موجودة في الطرف التاني. الميزان المعتاد،
ناخد بقى دلوقتي روافع النوع التاني. امتى اقول على الروافع دول روافع من النوع التاني؟ اذا توفر فيها الشرط ان المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز. يعني احنا في روافع النوع الاول قلنا ان نقطة الارتكاز هي اللي بتقع بين القوة والمقاومة، لكن في النوع التاني المقاومة هي اللي بتقع بين القوة ونقطة الارتكاز. ناخد كده امثلة على روافع النوع التاني ونفهم. قدامنا قصرة البندق، فعلا المقاومة بتقع بين نقطة الارتكاز والقوة، القوة اللي احنا بنضغط عليها بايدينا، ونقطة الارتكاز نقطة ارتكاز الرافعة او الالة اللي هي قصرة البندق، وفي الجزء اللي في النص ده المقاومة اللي بتنتج عن تأثير القوة. يعني قصرة البندق فعلا نوع رافع من النوع التاني، لان نقطة المقاومة تقع بين نقطة الارتكاز والقوة. ناخد مثال كمان، عربة الحديقة. عربة الحديقة بتعتبر فعلا رافعة من النوع التاني. ليه؟ لأن نقطة الارتكاز ومقاومة وقوة، يعني المقاومة بتقع بين نقطة الارتكاز والقوة اللي بنأثر عليها بإيدينا والمقاومة اللي في النص، يبقى فعلا المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز. ناخد عصارة الليمون، هل عصارة الليمون رافعة من النوع التاني؟ هنشوف هنا نقطة الارتكاز وبعدين المقاومة وبعدين القوة، يبقى فعلا المقاومة المكان اللي بنضع فيه الليمونة وبنأثر عليها بالقوة بإيدينا، وهنا نقطة الارتكاز الرافعة اللي بيرتكز عليها الجزئين بتوع الرافعة أو الآلة. يبقى فعلا المقاومة بتقع بين القوة اللي بنضغط عليها بإيدينا ونقطة الارتكاز الآلة أو الرافعة. يبقى دول روافع فعلا من روافع النوع التاني، قصرة البندق، عربة الحديقة. لو عملنا دلوقتي مراجعة سريعة على أنواع الروافع، روافع النوع الأول والتاني والتالت، نبص على النقطة اللي في النص. روافع النوع الأول نقطة الارتكاز هي اللي بتقع بين القوة والمقاومة، روافع النوع التاني المقاومة هي اللي بتقع بين القوة ونقطة الارتكاز، روافع النوع التالت هي القوة هي اللي بتقع بين نقطة الارتكاز والمقاومة. أمثلة روافع النوع الأول المقص والأرجوحة، أمثلة روافع النوع التاني عربة الحديقة وقصرة البندق، أمثلة النوع التالت ماسك الحلوى والصنارة وكده. يبقى احنا كده رجعنا على أنواع الروافع، روافع النوع الأول والتاني والتالت، وعرفنا تعريف الرافعة والآلة. الحصة الجاية إن شاء الله هنراجع على أنواع الروافع، نعمل مراجعة كده سريعة ونحل امتحانات مع بعض على الدرس الأول اللي هو أنواع الروافع، وبعد كده نكمل على قانون الروافع.